تنظن بان سي نورمال فاش تكون زميل ديالك في الدومين بحال وكبير بحال نبيل عيوش ولا فهمتي ولا نور الدين فاش يعرضوا عليك ما يمكنش ما تمشيش زعما هذا شرف كبير و اون بليس اوسي لا كوريوزيتي انا تنحاول نشوف كاع الافلام المغربيه اللي تيخرجوا دايوغ زعما نبيل عيوش بيان سور غادي نمشي نشوفو حيت صاحبي وعزيز عليا فهمتي كاينه واحد العلاقه زوينه من شحال هادي مي سي نورمال Il y a aussi le côté curieux, les Brits nous le Razia, les Smaïnali, et surtout le deuxième film après Zillifik. Je ne peux pas dire le contre ou la peau, le jugement, je ne suis pas d'accord avec le jugement. Vous savez, il a un autre nardo, il a un bel aïouch à la couple Zillifik, tu as un peu de temps, il a un peu de temps, il a un peu de côté, il a un peu de temps, il a un peu de temps, il a un peu de زعما فاش تحل واحد الباب تيتحل على كاع المخرجين وما يمكنش فهمتي زعما سي نورمال كو غادي ماشي غادي تجي منه ولكن انا غير كونتر لو جوجمون فهمتي ما متفقش على الجو ما محق حتى شي واحد نجوجي واحد الانسان على واحد العمل نقولوا ليه خايب ولا زوين لا تقدر تقول لافي ديالك ولكن ما تجوجيش ماشي بزاف المخرجين في المغرب عندهم ان ستيل فهمتي اي جو تروف كو نبيل عيوش الى سون ستيل ياك بحال نور الدين بحال ابراهيم شكيري فهمتي بحال بزاف مي كل واحد عنده ان ستيل ديالو ديفيني ديالو يعني فاش تمشي تشوف نبيل عيوش ماشي بحال غادي تمشي تشوف افلام اخرين ديال مخرجين اخرين فهمتي حتى انا ما غاديش نكون ما نبغيش نكون بحال نبيل فهمتي دونك ان بور موا ان رياليزاتور سي خاص يكون عنده لو ستيل ديالو كي بروبر لو فاش تشوف فيلم تقول هذا فلان بحال فاش تشوف افلام ديال تيرونس ماليك ولا ديال تارونتينو ولا سميتو تتعرفوا من ديبار بان راه هذا الفيلم ديال هذا الرياليزاتور